اهلا بكم. بلدان متجاوران يشتركان بالمصير والتحديات، مصلحتهم واحده وعدوهم واحد، تجمعهم العقيده والمبادئ السياسيه والتجاره، الامن والحدود والمياه، عشرات الاتفاقات لتعزيز التعاون وتعضيد العلاقات وتنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية والحساسة على الصعيد الإقليمي والدولي. طائرة بيزشكيان هبطت في بغداد، فبدأت الزيارة من موقع استشهاد القادة وصولاً للقاءات وبحث الملفات وتوقيع المذكرات، رحلة ستمتد لزيارة المراقد المقدسة وأقليم كردستان. فهل ستجني أولى الزيارات الخارجية للرئيس الإيراني الثمار وتحمل جعبة المدخلات نتائج ومخرجات؟ سؤال يدور في الذهن كدوران شبهات الفساد على الموانئ العراقية. فضيحة جديدة وضريبة $120 مليون ضد العراق، من يتحملها ومن سيدافع عنها وما صحة وجودها؟ استفهامات سنطرحها على طاولة لجنة الأمر النيابي الخاصة بالتحقيق. فهل سيكشف المستور؟ أهلا بكم. مشاهدينا أجدد الترحيب بحضراتكم. ملفنا الأول راح يكون عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى العاصمة بغداد وأبرز اللقاءات والملفات ومذكرات التفاهم التي تم بحثها وتوقيعها بين الطرفين. راح نستعرض هذه المحطات بتقرير الزميل شيبان سامي. العاصمة بغداد كانت محطة هبوط طائرة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووفده المرافق في أول زيارة خارجية بعد انتخابه. حفاوة استقبال من رئيس الوزراء العراقي تبعتها زيارة إلى موقع استشهاد قادة النصر. ويرى مختصون في الشأن تأتي هذه الزيارة لاستكمال المباحثات بين بغداد وطهران في مجالات شتى والتي ستستمر 3 أيام. العلاقات التي تربط ما بين الجارتين العراق وإيران هي من دفعت السيد رئيس جمهورية الإسلامية بأن تكون الدولة الأولى أو المحطة الأولى لزيارته بعد انتخابه وتشكيله للحكومة الإيرانية تكون العراق. هذه الزيارة أكيد سوف تناقش كثير من النقاط المهمة، أولاها الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني. تلتئم طاولة مباحثات مع بيزشكيان والسودان من خلال توقيع 14 مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والزراعة والموارد الطبيعية، فضلا عن التعاون المشترك في مجال تفويج المجامع السياحية الدينية والبريد والاتصالات وزيادة نسبة الاستثمار من أجل توطيد العلاقات وفتح مجال أوسع للتعاون بين البلدين. إن شاء الله مذكرة التفاهم راح تكون بكافة مجالات الحياة، يعني تساعد المواطن الإيراني والعراقي بنفس الوقت، يعني تكون بلدين متعاون ومتحابة فيما بينها، يجعل الله ما فيه الخير بين البلدين. ما عندنا شيء، بس تكون نطلب من حكومتنا ومن دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بأنه
تكون مذكرة التفاهم فعلية وعلى أرض الواقع، عقد اتفاقيات مع الدول في سبيل هي نهضة البلد من ناحية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو دعم وتواصل بين الطرفين. مخرجات خواتيم الزيارة ستشمل تهدئة الأوضاع في المنطقة، خصوصا مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة وما يتسبب به من زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الأول راح يكون مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري. مرحبا بحضرتك دكتور. حياكم الله، أهلا بجنابك. وعبر سكايب الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية الأستاذ محمد مهدي شريعة تمدار، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بجنابك. دكتور علي، أبدأ مع حضرتك، لكل زيارة أبعاد، شنو الأبعاد السياسية لزيارة الرئيس الإيراني بيزشكيان إلى العاصمة بغداد وفي ظل هذا التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم، شكرا على الاستضافة، تحية للضيف الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الأفاضل. ابتداء يعني العلاقات العراقية الإيرانية أعتقد سائرة بالاتجاه الصحيح منذ زمن ليس بالقليل، خصوصا بعد عملية التحول السياسي اللي صارت بالعراق بعد 2003، واللي أرسيت دعائم العلاقات البينية بين البلدين، علاقات بطبيعتها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية، فضلا عن الترابط الكبير بين الشعبين العراقي والإيراني، الاعتبارات المعروفة. فبالتأكيد هذه الزيارة تأتي تواصلا مع خط العلاقات بين البلدين، لكن ما يميزها أنها يعني تأتي في ظل العهدة الجديدة للسيد الرئيس بيزشكيان بعد انتخابه كرئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا لطبيعة الأوضاع الحقيقة الصعبة اللي تعيشها المنطقة على خلفية الاعتداءات اللي قامت بها الكيان الصهيوني، سواء كان على شعبنا الفلسطيني من خلال سياسة التعسفية، وكذلك يعني مسألة اغتيالات قادة المقاومة في هذا المجال، فضلا عن الأمور البينية في العلاقات البينية بين البلدين، بين العراق والجمهورية الإسلامية. هذه زيارته الخارجية الأولى منذ توليه المنصب، شنو يعني أن يختار العراق أولى المحطات التي يزورها؟ أعتقد بها رمزية ورسائل واضحة كالمعطيات اللي ذكرناها قبل قليل، يعني بمعنى أنه الجمهورية الإسلامية تنظر إلى علاقتها مع العراق بنظرة خاصة، اولا الارتباط بين البلدين، ثم البعد الاستراتيجي. العراق اليوم يشكل يعني ركيزه مهمه، سواء كان بالجانب الاقتصادي، بالجانب الامني، بالسياسي، تنسيق بين البلدين، تقارب وجهات النظر في معظم الملفات المطروحه في هذا المجال. انا اعتقد هذه جوانب مهمه في هذا الاطار. كذلك ممكن الدور اللي ممكن ان يلعب العراق ايضا في عمليه التقريب في وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وربما بعض الدول اللي تقاطع معها في وجهات النظر، وكان هذا حقيقة الدور سابق أيضا في هذا المجال، خصوصا مع العربية السعودية ومع حتى ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. جيد أستاذ محمد، أرحب بحضرتك من جديد. بعيدا عن حديث اللقاءات والمذكرات، ما الذي تسعى إليه الجمهورية الإسلامية بهذه الزيارة، وماذا تمثل لكم هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة الأيام. أهلا بحضرتك. أولا كما ذكر ضيفك الكريم، هذه الزيارة تأتي لتأكيد العلاقات التاريخية المتشعبة ومتعددة الأطراف بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية العراق. لكن على الرغم من كل ذلك، مثلا في الجانب الاقتصادي ما زالت العلاقات أو حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق لم يصل إلى المستوى المطلوب الذي يطمح إليه الطرفان. في الجانب الأمني تحقق حقيقة في الأشهر الأخيرة وفي الفترة الأخيرة تحقق تقدم ملحوظ في الأمن المشترك للبلدين، إن كان
عبر مثلا إبعاد المعارضة الإيرانية المسلحة والإرهابيين الذين كانوا أحيانا يقومون بعمليات في الداخل الإيراني، إبعاد هؤلاء عن الحدود الإيرانية العراقية واستقرار وحدات الجيش العراقي وما إلى ذلك من وفق الاتفاق الذي تم بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك وبالإضافة إلى العلاقات التاريخية والثقافية والدينية، أيضا المواقف المشتركة بين البلدين بالنسبة لما يجري في المنطقة ولا سيما جرائم الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة ومحاولته لتوسعة نطاق الحرب في هذه المنطقة. أتصور أن البلدين لهما مواقف مشتركة، والعراق لحد الآن يعارض عملية التطبيع التي دخل أو انخرطت فيها بعض الدول في المنطقة. ربما النقطة التي ينبغي أن نضيفها إلى ما ذكرناه هو موضوع زيارة الأربعينية، ونحن اليوم شهدنا رسالة الشكر والتقدير التي قدمها سماحة الإمام القائد إلى الشعب العراقي وقيادة العراق، وهذا جاء عبر الرسالة المكتوبة الخطية التي قدمها السيد رئيس الجمهورية لسيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لذلك يعني هناك مجموعة من العلاقات المتشابكة التي ينبغي أن العمل على تمتينها على تأكيدها، لا سيما في موضوع الأمن والسلام في الإقليم وهو موضوع الساعة كما أتصور وكما يراه جميع المحللين. زيارة الرئيس الإيراني إلى إقليم كردستان لا تقل أهمية عن زيارة العاصمة بغداد، هذا بالنسبة للجانب الإيراني، برأيك ما أبرز الملفات التي ستناقش هناك؟ نعم، قد تكون هذه الزيارة تتميز بهذه النقطة. أنت تعرف أن العلاقات الإيرانية الكردية علاقات قديمة، يعني نعم كثير من المعارضين الكرد عاشوا في إيران لفترات طويلة، وفي نفس الوقت هناك بعض الإشكاليات في هذه العلاقة مثل ما جرى بالنسبة لوجود المعارضة الإيرانية المسلحة، وتم تدارك هذا الأمر عبر الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه. لذلك هذه الزيارة أيضا لإقليم كردستان تعتبر زيارة مهمة، تعتبر تأكيدا على هذه العلاقات، على استتباب الأمن على الحدود المشتركة، وأيضا زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري، لأنك تعرف أن جزءا من التبادل التجاري الإيراني العراقي يتم عبر إقليم كردستان. لذلك هذه الزيارة لإقليم كردستان قد تكون يعني عاملا مميزا لزيارة الرئيس الإيراني للعراق الحالي. جيد، إذا تسمح لي دكتور علي أخذ رأيك بزيارة الرئيس الإيراني إقليم كردستان وأهميتها وأبرز الملفات التي ستناقش مع الجانب. يعني واضح مثل ما تفضل الضيف قبل قليل، أعتقد يعني الملف الأمني تأتي في مقدمة هذه، لأنه في الملفات الأخرى هي تأتي في إطار الاتفاق والمذكرات التفاهم التي أبرمت مع بغداد، لأنه الحقيقة احنا نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران تحترم يعني التشكيلة الدستورية للعراق اللي هو يتكون من الدولة الاتحادية، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. فيما يتعلق في الملف الأمني، أنا أعتقد هو في الجماعات الإرهابية اللي حقيقة معارضة للنظام الإيراني اللي تشكل أو شكلت خطرا على أمن وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، تم تدارك هذا الموضوع بالاتفاق الذي أبرم ووقع من الطرفين في هذا المجال، وهنالك احترام متبادل لهذا الاتفاق، لكنه أيضا نحن ينبغي أن نشير إلى نقطة أعتقد العراق ملزم بها حتى قبل هذا الاتفاق، وهو الدستور جمهورية العراق لعام 2005 اللي يحرم أو اللي يحظر استخدام الأراضي العراقية ضد دول الجوار مهما كانت، يعني مهما كانت المسببات.
لذلك انا اعتقد زياره السيد الرئيس الايراني بزشكيان الى اقليم كردستان تاتي في اطار عمليه التاكيد على هذا الجانب، وربما رأب الصدع اللي بين حكومه الاقليم والجمهوريه الاسلاميه اللي صار يعني على خلفيه الاستفتاء الفاشل اللي جرى واللي كانت الجمهوريه الاسلاميه لها راي معارض في هذا المجال. الملف الامني واعاده تفعيل الاتفاقية الأمنية، هذا ما أبرز الأمور اللي أكد عليها الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة، وربما ستكون من أبرز الأمور التي ستناقش أيضا في أربيل كما ذكرت وذكر ضيفي الكريم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هل هناك تطورات أو نتائج تحقيقات بعد الحوادث الأخيرة في إيران ربما تجعل الإيرانيون يستشعرون بوجود ثغرة أمنية في هذا الجانب، أم يعني باختصار لماذا هذا التركيز على يعني بالتأكيد هذا الموضوع ما يأتي من فراغ مثل ما تفضلت حضرتك، بالتأكيد يكون هناك تفاصيل يتم يعني الحوار فيما بين الجانبين منها، لأنه حقيقة هذه المناطق تعرف جنابك مناطق وعرة ومناطق يصعب الوصول إليها، ربما عملية التواصل فيها صعب، وبالتالي إجراء ترتيبات في هذا المجال أن يكون هنالك عملية يعني تعزيز للأمن في هذه المناطق تفعيلا أو إعمالا للاتفاق اللي أبرم في هذا المجال، كذلك أيضا تكون بادرة حسن نية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران ورسالة واضحة للأقليم في هذا المجال، يعني عندما يكون هنالك زيارة للأقليم من أعلى يعني سلطة تنفيذية داخل الجمهورية الإسلامية إلى الأقليم، أعتقد هذه الرسالة ستعزز الاحترام المتبادل وتعزز أيضا احترام الاتفاق في هذا المجال، بحيث ما تسمح سلطات إقليم كردستان لأي نشاط عسكري إرهابي يؤثر على العلاقة البينية في هذا المجال، لأنه حقيقة مثل ما أيضا تفضل الضيف أنه جزء مهم من التجارة البينية بين البلدين هو يمر عبر إقليم كردستان، وهذه أيضا نقطة مهمة. بالملف الاقتصادي سيد محمد ذكر أن حجم التبادل بين الجمهورية الإسلامية وإيران لم يصل إلى مستوى الطموح، ربما البعض قد يرى العكس أو يرى أن الساحة العراقية هي الساحة المناسبة جدا لتصريف البضائع الإيرانية وحتى التركية. يعني أنا أعتقد هذا الموضوع فيه وجهة نظر متعددة، وبتقدير المتواضع يعني ميزان التجاري بالتأكيد هو آخذ بالتصاعد طبعا لصالح الجمهورية، لأنه منتجات متقدمة وفي كل المجالات وبأسعار مناسبة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية تعرف حضرتك بالنقل قريبة وما إلى ذلك، لكن أنا أعتقد الجانب الأهم اللي يساهم في عملية تعزيز العلاقة العلاقات الاقتصادية في هذا المجال هو الاستقرار الأمني، وأعتقد هذا أخذ بالتصاعد بشكل كبير جدا مقارنة ربما بين الميزان التجاري بين العراق وإيران والعراق وجيران الآخرين، أنا أعتقد الميزان التجاري مع الجمهورية الإسلامية فيه تميز واضح. جيد، على الجانب الأمني ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد هو الجانب الأهم بالبلدين هو حالة اللا استقرار الآن اللي نتيجة يعني ما يحدث الآن في الأرض المحتلة، هنالك أيضا تحركات ربما في مناطق في سوريا وما إلى ذلك، ربما بعض الملفات الأخرى في هذا المجال، أنا أعتقد الرؤية المشتركة القائمة على أساس احترام سيادة وحدود كل البلدان أنا أعتقد هي حاضرة، العراق بسياسته بطبيعته بالبرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد الشيع السوداني تأسست على أساس احترام خيارات الآخرين، احترام التزامات العراق في هذا المجال، أنا أعتقد ربما الجانب المهم اللي هو يبقى الشغل الشاغل للبلدين هو ما يجري بالأرض المحتلة، سياسة الاستيطان، سياسة الحقيقة اللا إنسانية اللي تتخذها حكومة نتنياهو في عملية إبادة الشعب الفلسطيني، استهداف المدنيين، عدم التوصل إلى حل لهذه الساعة، أنا أعتقد كلها أمور يعني مقلقة في هذا المجال، سيما أن هذه القضية الفلسطينية تأخذ بعدين، بعد قومي عربي قومي وبعد إسلامي أيضا في هذا المجال، وبالتالي ينبغي أن يكون هنالك عملية يعني تواصل في هذا المجال من أجل احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بنفس الوقت أن لا تمتد هذه الحرب إلى حرب أقليمية تكون يعني لا يكون أحدا رابحا فيها. جيد أستاذ محمد، أعود لحضرتك، هل يمكن توحيد وتنسيق المواقف بين العراق وإيران؟
لمواجهة التحديات الخارجية والإقليمية. نعم، من دون شك يمكن ذلك، بل من الضروري أن يتم ذلك. لكن اسمح لي قبل أن أجيب على هذا السؤال أشير إلى نقطة قد تكون مهمة، وهي أولا التبادل التجاري بين إيران والعراق، والذي قلت أن جزءا منه يتم عبر إقليم كردستان، هذا لا يتنافى مع السيادة العراقية والحكومة، يعني المصالح والتعاون المشترك مع الحكومة الفيدرالية، لأن الجميع يعلم بأن جزء من هذا التبادل يتم عبر الأسواق الحدودية المشتركة بين المحافظات المتجاورة في الطرفين، أو يتم بشكل رسمي لكن عبر المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. لذلك هذا أنا لم أقصد أنه أحياناً يتنافى مع موضوع سيادة الحكومة الفيدرالية. كذلك بالنسبة لحجم التبادل التجاري، يعني وضعت بعض الأهداف أن يصل هذا التبادل إلى 20 مليار، ولم يصل لحد الآن، على الرغم من أنه على مستوى جيد لكن ليس مطلوباً. بالإضافة إلى أنه إذا قارنا هذا التبادل مع الكثير من دول المنطقة يعتبر أرقى منها، لكن بالنسبة مثلا للحالة في تركيا لا، الآن التبادل التجاري الإيراني التركي يتفوق بكثير على التبادل التجاري العراقي التركي. نعم، يتفوق على التبادل التجاري الإيراني التركي. جيد، هذا بالنسبة كملاحظات. خلينا نرجع للجانب الأمني والتحديات الإقليمية، تفضل. نعم، أما بالنسبة للتحديات الإقليمية، من دون شك إيران والعراق يشتركان في موضوع دعم قضية فلسطين والشعب الفلسطيني المظلوم، والذي يلقى كل هذه أو يعني يعاني من كل الجرائم التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي. وكلا الدولتين، لا العراق طبعا لا تؤمن بالتطبيع مع هذا الكيان، إيران كذلك موقفها واضح. بالنسبة لموضوع القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، والتي الكثير من القوى في المنطقة تعتقد بأنها هي السبب في الكثير من حالات التوتر في هذه المنطقة، أيضا إيران يعني ترى أو تتمنى أن تصل المفاوضات الحالية بين جمهورية العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج جيدة، وتحقق هذا الطموح الشعبي لدى شعوب المنطقة، وهو جلاء القوات الأمريكية من هذه المنطقة. كذلك إيران دائما دعت إلى تشكيل منظومة أمن إقليمية، لا سيما في الخليج الفارسي، لها اتفاقيات أمنية مع العراق، مع المملكة العربية السعودية، يمكن أن ترتقي هذه العلاقات الأمنية إلى تحقيق أو تأسيس أو وضع أسس يعني منظومة أمنية إقليمية تكون بعيدة عن النفوذ الأجنبي في هذه المنطقة، ويمكن لها أيضا أن تحقق الطموحات الشعبية في المنطقة فيما يرتبط بالصراع الجاري مع الكيان الصهيوني، لا سيما الحيلولة دون توسع نطاق الحرب الجارية، وألا تتسع إلى أن تشمل مناطق أخرى في هذه المنطقة. لذلك يعني أتصور أن التكامل الإيراني العراقي والإقليمي يمكن أن يتجاوز المواضيع الاقتصادية والسياسية والتعاون في مختلف المجالات، ليصل إلى تشكيل منظومة أمنية يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. طيب أستاذ محمد، السيد بيزشكيان زار مكان استشهاد القادة والتقى برئيس مجلس القضاء العراقي، هل هناك حديث عن التحقيق بحادثة الاغتيال أم أن اللقاء كان بروتوكولي فقط؟ لا، من دون شك يعني موضوع، لأن هذه الجريمة وقعت على الأراضي العراقية، القادة الشهداء الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما أصبحوا جميعا
رمزا ل نعم التلاحم بين الشعبين وبين الدولتين، ولذلك من الطبيعي أن كل مسؤول إيراني يزور جمهورية العراق، يعني ليس فقط ينبغي أن يزور هذا الرمز، وإنما أول برنامج في كل هذه الزيارات كانت وستبقى زيارة هذا، يعني هذا الموقع الذي يعبر عن رمز حقيقي بين للتلاحم بين الشعبين. بالنسبة لزيارة رئيس القضاء العراقي، أول الموضوعات هو موضوع يعني إجراء العقوبة والعدالة بحق مرتكبي هذه الجريمة. أيضا هناك يعني مسألة نقل المحكوم عليهم في كل من البلدين إلى الدولة الأخرى بناء على الاتفاقية المبرمة أو الموقعة بين البلدين، وهناك إشكالات في بعض الحالات ينبغي حلحلة هذه الإشكالات. وضحت الفكرة. الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية الأستاذ محمد مهدي شريعة تمدار، أشكرك جزيل الشكر، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجهوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن الحكم الصادر من إحدى المحاكم الأمريكية بإلزام الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع مبلغ 120 مليون دولار لصالح شركة قبرصية خاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو. نفتتح ملفنا باستطلاع آراء المختصين. أعتقد أن العراق غير ملزم بتسديد هذه الأموال باعتبار كان هناك ظروف قصرية، والأمر مرهون الآن بمسألة المفاوض العراقي. يجب إقناع المحكمة الدولية بأن يكون هذا الجانب غير مثبت على العراق باعتبار أن العراق ملتزم مع شراكاته مع مختلف دول العالم. العراق لم يكن له سبب في هذا الإيقاف. الأوضاع الأمنية في ذاك الوقت أدى إلى هذا الأمر. لابد أن الولايات المتحدة أيضا المحكمة تنظر هذا الأمر، لأن العراق لم يكن له سبب، ونحن نعرف أنه إذا كانت الشركات قد تعرضت إلى ضرر بسبب ظروف ليست أمنية أو مثلا بظروف أنه أدت شغب أو غيرها من الأمور، ذاك الوقت أنه لها حق أو انسحاب أحد الجانبين. لكن هذا الظرف ما كان سبب العراق، الأوضاع الأمنية هي اللي كانت السبب. هنالك مشكلة ربما في التعاقدات الحكومية العراقية منذ 2003 وحتى هذه اللحظة، هي ضعف المفاوض العراقي، ضعف المتعاقد العراقي، ضعف من يضع الشروط للجانب العراقي. لدينا مشكلة مع شركة قبرصية، ايضا من الممكن انه خلال هذه الايام تصدر لنا شركه اخرى هي المتعاقده مع السكك العراقيه التي ايضا كان هنالك بطلها المتهم نور زهير في قضيه يمكن 19 الى 20 مليار دولار. كل هذه المشاكل اليوم تثرى وتظهر على السطح من جديد نتيجه لضعف المفاوضات العراقيه في التعاقدات الدوليه. مشاهدينا، محور الحديث في هذا الملف راح يكون مع رئيس لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية النائب ياسر الحسيني. سيادة النائب، مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. أهلا بك. بداية، أنه المحكمة الأمريكية تقضي بأنه أن يخسر أو يعوض العراق الشركة القبرصية 120 مليون دولار، شنو حقيقة هذا الأمر؟ مجبرين أن العراق يدفع هذه المبالغ؟ شنو اللي جاي يصير حقيقة بالموانئ؟ جيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو هذا اللي أكدنا عليه ونخشى أن يحصل على العراق وأن يكون التزام مالي على العراق، وبدأنا بعملنا على الموانئ العراقية بهذا الأسباب. التعاقدات للشراكة أو التشغيل المشترك، ما يسمى بالتشغيل المشترك، نعم، اللي يتيح لهم إياه قانون الشركات، قانون 20 أو 22 عفوا لسنة 1997. هذا القانون فضفاض بإحدى فقرات المادة 15 ثالثا تشير للشركة حق المشاركة مع الشركات العربية والأجنبية. زين، حق الشراكة والمشاركة شنو؟ ولكن
على أن تكون خبرات هذه الشركة يعني أعلى من خبرات الشركة الحكومية، خبرات الشريك المشارك أعلى من الشركة الحكومية، أو أمور ما تقدر توصلها هذه الشركة، فأمر احتكاري مثلا يا الله يتيح لها أن يروحون يتعاقدون مع هذه الشركة. أما استخدام هذا الموضوع لغايات سياسية ولمكاسب ولفساد ولهدر مال عام ولرهن المقدرات البلد بيد شركات أجنبية بحجة تشغيل المشترك، هو هذا اللي خلانا نسرع بهذا الاتجاه. وده نحكي بكل أنا حتى قمت أخجل حقيقة وأحكيها للإعلام، قمت أخجل حتى من أظهر للإعلام من كثر ما ألحيت بهذا الموضوع قبالة الصمت الحكومي المطبق. ليش هذا الموضوع؟ ليش نفهم قصة الشركة القبرصية، من المقصر، شنو الأسباب، شنو اللي يجعل اليوم العراق يدفع 120 مليون دولار كتعويض؟ نعم، هو هذا الأسباب. مثلا كان يكون التصاميم بادئ الأمر، تصاميم اللي يختاروا الشركة القبرصية لتنفيذ هذا المشروع كاسر الأموات بسنة 2012، منو كان هناك ومنو مسؤول عن توقيع هذا العقد؟ هذا العقد أحيلت له لشركة قبرصية بدون النظر بالتصاميم وبدون النظر ليش، يعني أرض العراق، أرض الميناء الفاو، أرض إسفنجية قابلة إلى الهطول، طينية شبه إسفنجية، يعني إسفنجية من يخلي كاسر أمواج، وهذا الكم الهائل من الأطنان، من ملايين الأطنان، من يخليهن في مكان قابل لأن ينضغط ويهبط. زين هبطت وتلف عدة أكثر من كيلوين من هذا الكاسر الأمواج، وحمل الحكومة العراقية، في حين لو كان عندنا رصانة احنا ليش ذهبتوا لهذا الموضوع؟ ليش مو اجتكم شركة هي عرضت خدمات وقالت لكم آني، شركة صينية واضحة عرضها، وقالت لك آني أنطيكم 95 رصيف وأنطيكم الكاسر الأمواج وأنطيكم كل ذني أنطيكم إياهن، وبعدين سددوني لمدة 20 سنة. بعشرين سنة هي ضامنة لكل خطأ فني يحصل بالمواد. رأيك شنو اللي يدفع المسؤولين بالذهاب بالخيار الأول بدلا من الخيار الثاني؟ لا جواب سوى أنها قضايا فساد ابدا، لا يعني ما ننزهها عن زين. البعض يقول لك لا الشركه القبرصيه ايضا مقصره، كانت تتحجج انه ما تقدر، كانت ايام داعش ما تقدر تستقطب عماله واعداد كافيه لتغطيه هذا المشروع بسبب الوضع الامني. هذا مو صحيح. ليش؟ وين الوضع الامني بالفاو؟ اقصى جنوب العراق قضاء الفاو، ناحيه الفاو قضاء الفاو، اقصى جنوب العراق ما يمنع إرهاب، ولا شافوا ولا طق الطلقة مثل ما يقولون بالحي أو لها المنطقة. إذن شنو منع الشركة من نجيب العمالة الكافية لتغطية القضايا؟ حجج واهية زين، وركاكة ببنود العقد سمحت للقاضي الأمريكي وغير القاضي الأمريكي زين. مثل ما قاضتنا المحاكم المصرية على شركة خطوط، وكيل مع شركة خطوط جوية قاضانا بمليار وكسر، على شنو مليار كسر دولار مصري، هو وكيل لشركة خطوط، هم مو شنو الموضوع. خلاصة غيرها وغيرها. هسه هذا العقد مال السكك، إذا ما العقد مصادق هسه بالمناسبة، العقد مصادق ومكتمل الجوانب القانونية كاملة وملزم على الحكومة العراقية، وإذا ما حاولت الشركة العامة للسكك أو وزارة النقل أن تفسخ العقد، سنلزم العراق ب 22 مليار، يروحون عندهم قضاء، وعندهم عندنا شركة أجنبية داخلة، شركة دايو الكورية، بالمناسبة هي مو دايو الكورية الأصل، نعم لا هي مجموعة من عمال دايو الكورية الأصل. حلو. طلعوا سووا لهم شركة بحدهم دايو، ما أعرف اسم بعد ملحق وياها، فما أشيع عنها أنها دايا الكورية، ولكن هي دايا كوبي عن ذيك الدايا الأصل، وخاسرة هذه مجموعة وباعت سهامها، واشترى سهامها الحوت الأكبر والمتهم الهارب نور زهير، اشترى سهامها
واجا دخل بالتفاوض وجابوا يا كوريين ودخل بالاعلام ووقع يم ناصر البندر واخذوا ميناء الفاو واخذوا مشاريع واستمروا هذا اشتراها قبل لا توقع مع شركه لو بعد التوقيع. نعم نعم نعم. القضايا مو هذا اليوم اسس لها، لا اشتغلوا عليها لسنين طوال وسنين صار لهم وراح يقطفون ثمار عملهم لعشرات السنين على اعتبار ألزموا العراق. هسه عندنا موانئ مقصر، ما عندنا متر واحد بموانئ القصر مقصر تابعة للشركة العامة الموانئ، كلها لشركات إما أن تكون لنور زهير أو ظل لنور زهير ومن خلفه. يعني نور زهير أكثر من شركة. نعم أكثر من شركة وأكثر من اللي هسه هو عنده جوازات ست او سبع دول بغير اسم، ويمنح جوازات كذلك لغير جهات وجهات حكوميه موجوده متنفذه هم بغير اسم. هذه السلطه اللي عنده وامكانيه الماليه اللي عنده وطائره خاصه وسفر ب ما موجود حتى عند رؤساء الدول. والدوانم اللي يتحدث عنها هذا فيض من شرق العرب، اي فيض من غيظ المحطة الحرارية في الدورة إلمن. شلون استولى على هاي الدونمات؟ المحطة الحرارية في الدورة إلمن. إلمن. إلمن لشركة تابعة هم إلها. نور زهير. نعم. هي هذه البلاوي، وش دا يدفع هو؟ ما دا يدفع، دا يستحصل ويدفع خرداوات اللي يستحصل هندني اللي يستحصلها من هذا. لحد اليوم يستحصل نور زهير؟ نعم. لحد اليوم. نعم، لحد هذا اليوم شركاته تجبي له وتورد له. إن كان لدبي وإن كان لغير دول وهذا وتوصل هي لمكان. هذا اللي دا يصير. عقد هذا اللي 120 مليون دولار هذا فيض من غيظ. إحنا إذا ما ذهبنا إلى فسخ العقود، تعالوا اطلعوا مثل ما طلعت على بنود العقود اللي بارمتن الشركة العامة الموانئ واللي تلزم أنفسها. شوف هسه قبل أيام يوم 11/8 بالضبط زيان. الشركة العامة الموانئ سوت عقد قبالة عقد هي مسويته سابقاً وهي شركة أردنية، شركة زي. النافذة الأردنية زي. على ساحة استباقية لإيواء الشاحنات، إجا سوى ساحة استباقية خارج حرم الميناء كله، خارج أراضية وعقد ما أنزل الله به السلطان وما إلى بها مردود مالي للشركة العامة الموانئ، وألزم نفسه أني لا تدخل أي شاحن إلا تمر من خلالهم، وانطاهم صلاحيات أوسع. ليش؟ لأن جهة سياسية حوت واقفة بظهره يقول ما عندي عقود سياسية، لا هاي العقود السياسية، تعال هذا العقد شنو مردودك المالي من عنده؟ أنت عندك ساحة عطلتها وباشر عقبة يقيمون علينا دعوة قضائية، الأردنيين إذا أقاموا علينا دعوة قضائية هم يخسروننا. سيادة الأمير أنت طلعت في لجنة تحقيقية، أنت تتحدث لي عن أبرز الملفات الفساد اللي اكتشفتوها خلال هذه اللجنة، وشنو أخطر ملف اكتشفتوه خلال صار لي يومين أشتغل على ملف، وأنا حقيقة كان عندي هاي المعلومة ولكن اشتغل على ملف صار يومين بعد ما وردتني الأوراق، وأعلنها إن شاء الله بشكل واضح وصريح وأعلنها عبر شاشاتكم المباركة، أن الإدارة الحالية بمباركة السيد فرحان الفرطوسي تخسر العراق فقط بعقد واحد 4 مليار دولار سنوياً. شنو تفاصيل هذا الملف؟ أنا تفاصيله كلها عندي، بعدني دا أخوض بجمع الأرقام حقيقة، والله من كثر ما يعني انزعجت من عنده ارتفع ضغطي وقلت لهم خلي أرتاح يلا، لأن وصلت لأرقام مهولة وأرقام حقيقية وفق الجداول اللي وردت لي. أرقام مهولة. شلون جاي نخسر سنوياً؟ يعني نعم. تتحدث عن أرقام خيالية. نعم أرقام خيالية، هذا بعقد واحد من اصل قرابه 90 عقد. ايه المشاهد يقول شلون عرفتوا هاي الارقام مال خساره يعني أي؟ بالتاكيد هذا من دراسه لا مو دراسه، هي وفق معطيات، انا ما اتحدث من جيبي، كل اللي اتحدث به هي ارقامهم 1+1 اقرا من اوراقهم اللي كتبوها هم وزاره النقل، الشركه العامه الموانئ، ايش تكتب الشركه العامه الموانئ وش يوقعون من عقود، اجي احللهن واجي اخذ المعطيات مالتهم واشوف ايش قد تطول هاي الشركه من عواد واجور، واشوف المده مالتهم والجدول الفنيه والجدول الاقتصاديه لهذا المشروع، واجي اجمعهن بس ارقام قدامي اهيئهن اجمعهن يطلع لي الكوارث. زين من يجي واحد منطي 50,000 دولار
$50,000 بعقد من العقود، خسران به $50,000، رأس ماله، رأس مال هذا العقد المشروع اللي داخل به ويا ويا الموانئ $50,000. نهاية المدة العقدية لهذا العقد تريليونين و175 مليار ب $50,000. $50,000. مو هذا اريد اقول لرئيس الحكومة، ليش من نطلب سحب يد لإنسان مو فاسد، لا فاسد ويفسد وافسد بهذه المؤسسة الاقتصادية؟ ليش؟ شنو الـ 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 انا لا مستهدف سياسيا ولا مستهدف غير سياسيا، ولكن سيادتنا مو انت اللي تسأل ليش، اليوم الشارع اللي يسأل، المواطن اللي يسأل ليش، احنا اللي نسأل ليش. صار لي اشهر، اذا ما كانت من الشهر السادس العام الماضي اول زيارتي بالشهر الخامس بالضبط يوم 27/5/2023 زرت الموانئ وفتحت هذا الملف وعملت عليه واشتغلت بكل القنوات الحكومية وكنت أتحدث بكل أريحية وأتحدث على أساس أن يستمعون لي المنصفين من الحكومة، ولكن للأسف ما لاحظت المنصفين، لاحظت من يكبل أيادينا بالوصول للحقيقة، لاحظت من يحاول تسويف القضايا وتبويبها باتجاه استهداف سياسي، ابتزاز مالي. سيادتي هذا انت اليوم رئيس هذه اللجنه، تقدر تاخذ ملفاتك وتحقيقك تخليها امام انظار السيد رئيس وزراء، عندنا قضاء، عندنا هيئه نزاهه، وتخليها امامهم ياخذ. اخذناه ووصلناه، واكو لجنه مشكله من مكتب رئيس الوزراء اول ما شكلت هذه الحكومه، لان السيد رئيس مجلس الوزراء يعرف ان عقود التشغيل المشترك هي عقود باب أرزاق للجهات السياسية، باب رزق للجهات السياسية، باب رزق لعدان اليمين اللي أديته شنو؟ على شنو؟ على شنو أديت اليمين؟ على أساس أني أفتح لهم باب أرزاق، دكاكين للأرزاق؟ لا، مو دكاكين، هماتي مصارف كان نور زهر يشيل الفلوس بالكرينات، بالتريلات وبالكرينات، هذا نور زهر ومن خلفه هم يشيله بهذا الطريقة، على حساب شنو؟ على حساب الشباب يظلون مفترشين الأرصفة، لو الرعاية الاجتماعية اللي طالبناها كان نضيفهم 625,000 باحثين ومكملين وجاهزين، ضيفهم، ما عندي تخصيص مالي، مشاريع لإنعاش المزارعين الفلاحين، قنوات مغلقة والري المغلق، مشاريع، هذه مشاريع لناسنا لأهلنا، خلي ياكلون خبزة، خلي نحفظ ما يوجهنا أمامهم، وأدينا القسم. شنو ما عندي تخصيص مالي؟ هذا التخصيص المالي رئاسة البرلمان، بالتالي البرلمان يأخذ موقف، ما حددتوا موعد لاستجواب أي شركة الموانئ؟ عدنا لا، إحنا الاستجوابات نستجوب الوزير، أنا جامع تواقيع لاستجواب الوزير على اعتبار هو سقف البرلمان. نعم، سقف البرلمان الدستوري أن يستجوب الوزراء ورؤساء الهيئات، أما الوكلاء والمدراء العامين احنا نستضيفهم ونستمع من عندهم ونلاحظ سجل مخالفات عليهم وعلى غيرهم، على يعني الاعلى والادنى منهم نسجلهم، ولكن نستجوب الوزير او رئيس الهيئه المستقله. فاجيت لجمع تواقيع، صار لي الاسبوع الماضي بدات بجمع التواقيع، وقرابه 76 نائب وقعوا وياي بهذا الاستجواب، ولدينا أسئلة كثيرة. أنا على يقين أن الوزير إذا دخل لقبة مجلس النواب يخرج مواطن عادي، هذا من جانب، وأي حال يعني يقال. نعم، أنا على يقين وفق المعطيات اللي موجودة، وفق الملفات المكشوفة. نعم، نعم. من خلال لجنتكم فقط؟ نعم. على أمور أخرى؟ لا من خلال لجنتنا، بس من لجنتنا و على الشركة العامة الموانئ، وملف واحد خارج الشركة العامة الموانئ، موضوع السكك. نعم. شنو التفاصيل الجديدة بهذا الموضوع؟ ماكو بيه تفاصيل، هو موضوع السكك جفت الصحف ورفعت الأقلام وجفت الصحف. الموضوع السكك ملزم على الدولة العراقية لشركات نور زهير الثلاثة ومن يقف خلفهم، طبعا مو نور زهير وحده، نور زهير ترى كبر مستفيد من ضحى باسمه وما اعرف ايش وهذه، ولكن استفاد و يعني شبع الجميع وكان باب رزق على الجميع، ولذلك العقود ما تساري. هذا الباب الرزق اللي تحدثت عنه للاحزاب،
لأحزاب محددة لو لأغلب الأحزاب؟ لا والله يعني بها محدودية، بها محدودية، بها محدودية، مو تراجع لا، ولكن بعض الأحزاب ما شفتها أمامي، بعض الأحزاب بعض الشخصيات ما شفتها أمامي، بس الكثير من عندهم أشوفها أمامي. والصد الحكومي عندي أوجع أكثر، أكثر شيء آلمني هو الصد الحكومي وأن يسدون آذانهم. أنا هنا أنا أريد أسألك، هذه الجهود اللي تبذلوها والملفات الفساد الكثيرة الموجودة بالأدلة والبراهين، بالله عليك كلهم يحاسبون، كل الفاسدين اللي تكشفوهم بالوثائق وتخلوها أمام أنظار القضاء وهيئة النزاهة ورئيس الوزراء والبرلمان كلهم يحاسبون لو لا؟ وليش ما يحاسبون إذا لا؟ يعني لو كلهم يحاسبون كان توسعت المحكمة أكثر ووصلت إلى ما بعد، لابد أن أكو حلقة مفقودة تتيه بقية الحلقات. حلقة نور زهير من انهزم أفرج عن كل الحلقات اللي خلفه، ما حد توغل وقدر يعرف الـ ولكن وفق المعطيات الحالية، وفق المعطيات تتضح هذه الشخوص، من كان يقف مع هذا، من كان يشوش على القضاء، من كان هذني قضايا ملموسة. منو يتحمل مسؤولية إفلات هذه الحلقة اللي شتتت الإسقاط والإيقاع بكبار الفاسدين بالعراق؟ كبار الفاسدين من بالطبقة السياسية هي اللي يتحملون مسؤوليتها، وحقيقة لا يقلون خطرا، هذا كبار الفاسدين الموجودين لا يقلون شرا وخطرا من خطر داعش. البعض يقول لك اليوم ليش نتهم كبار السياسيين؟ ما هو كان بين أيدي القضاء وموجود بالسجن. للقضاء نظرته ورأيه، يعني احنا حقيقة ما نقدر نملي على القضاء أمر معين، للقضاء نظرته ورأيه. زين. نتحدث عن بقية الملفات اللي كشفتها لجنتكم، تحدثت عن موضوعين، شنو الملفات الأخرى اللي ممكن نستعرضها اليوم ونستثمر وجودك معنا؟ يعني حقيقة إذا بدينا ندخل بعمق الملفات لا ما نكمل. يعني أبرز الملفات اللي شفتها، يعني هسه أستذكر واحدة من عدهن يحضر في بالي، ولكن خلي أنطيكم واحدة محبطة جدا زين، واللي سعى لها ولا يزال يسعى لها الجميع، ألا وهي ساحة الترحيب الكبرى. ساحة الترحيب الكبرى هي طبعا تابعة لجهة سياسية مو خالية، ولجهة دولية من دول الجوار، نعم يعني الإمارات العربية المتحدة داخلة في هذا الموضوع. وحقيقة هذه الساحة، هذه مو ساحة الترحيب الكبرى، لا أنا أعطيها تسمية جديدة ما أعرف هسه شو أوصفها، ولكن أترك التسمية للعراقيين أن يصفوها، لأن هذه الساحة بأتمتتها الإلكترونية وطريقة إدارتها للاستقبال والكشف الجمركي وغيره، والكشف السونار والإشعاع، هذه الساحة زيدت العوائد والأجور فيها من 2019 اللي أجا الإدارة الحالية، 2019 كانت الموجود جداول عوائد وأجور مال 2019 يحكم بالعشرين، نعم. فمن إجا بالعشرين فرحان الفرطوسي لقى جدول عوائد والأجور مال 19 مشى على ضوءه واستمر وزيد كل سنة يزيد العوائد والأجور إلى أن وصلت، وكل ما يزيد مو بربح العراق. ليش مو بربح العراق؟ خلي أعطيكم إياها ثابتة، نعم. لأن نسب الشريك المشارك، عفوا القطاع الخاص، نسبته ثابته كان يكون 74 60 65 90 98، نسبته ثابته. انت من الزيد العوائد والاجور لو تقلل نسبته، لو تقلل المده اللي متعاقد وياك بيها، يعني هذا وطبيعيه، هذه وان زيدت العوائد والاجور مو ربح اعطيك اياه لك، لا ربح الي انا الشركه العامه الموانئ اخذه الي، مو انطي التشغيل المشترك. ليش؟ لان انت اعطيتني مبلغ محدود، هذا ان كان انطيت. ليش؟ ان كان انطيت هذا احكي لكم عنه، ال 50,000 دولار هذا منطي على شركه الكشف الاشعاعي،
هذا عقد الكشف الإشعاعي. الكشف الإشعاعي هم عندهم أجهزة، الموانئ عندها أجهزة مال الكشف الإشعاعي، توخروها تشيلوها بالمخازن وتجيبوا لي هذا يشتري أجهزة ب50,000 دولار يخليهن ويأخذ 240 مليون يومية، وقاعد حاط له كرسي وكرفان ويأخذ من عندي 240 مليون دينار على حساب منه، على حساب زيادة زيادة أسعار البضائع، لأن التاجر من صعد عدة يصعد البضائع، وصارت موانئي المكان ما تطلع الحاوية الوحدة، مكان ما تطلع من الموانئ 100, 150, 200 ألف دينار سابقا أصبحت تطلع 700 مليون. هذا بس فعاليات المينائية، مو الكشف الجمركي والضريبة. سيادتنا بسألك، بكم يوم هذه لجنة بسيطة عملت وكشفت هذا القدر من الملفات والفساد، وين الجهات المسؤولة خلال هاي السنوات كلها؟ ليش ما حد يتحدث عنها؟ سيدي الفاضل، أنا ما أتهم الآخرين، خاطر ليكون بكلامي اتهام الآخرين، ولكن بعض السادة النواب وعندي أوليات زودوني بها وعدي الإجراءات وتقارير ديوان الرقابة المالية اللي صمت آذانها الحكومة عن تقارير ديوان الرقابة المالية اللي هي تعد من أهم المؤسسات الحكومية. ليش صمت؟ وأنا أول لقاء عندي مع سيد رئيس ديوان الرقابة المالية قلت له أنا أسعى لحل ديوان الرقابة المالية، قال ليش؟ شنو اللي هذا؟ بعدني ما قال لك الله بالخير. قلت له لأن إحنا ذاهبين باتجاه هدر أهم مؤسسة، المن لعدم بقيكم هدر تقاريركم، وده تجي انطوني واحدة من التقارير عملت بيهن وزارة الحكومة أو أي وزارة تعمل به. أبداً في ظل ملفات الفساد والهدر اللي شفتوه وشفناه وشاف الشعب العراقي، راح نشوف ميناء فاو وراح نشوف طريق تنمية، شنو رأيك باختصار؟ يعني باختصار أعطيك إياها، الطريق التنمية يبنى على أساس أن ميناء الفاو، ميناء الفاو عازمة، شركة العامة الموانئ عازمة، وبدعم من الحكومة، للأسف بدعم من الحكومة، هذا الندائي إلى الشعب العراقي اللي يقولون نباشر عقبة أنتوا اشتغلتوا الدورة النيابية الخامسة، وهذه أنا دا أحكي للشعب العراقي، راح يقول لي شنو دورك كنائب؟ أنا نائب كشفت الحقيقة، ولكن لدي من يكبلني، خلي يسمعون الآخرين كلهم، كل اللي يكبلوني خلي يسمعون، يكبلني من الإجراءات، ما عندي إجراءات أقدر أسويها. من اللي الحكومة صامة آذانها، الحكومة اللي هي المنفذ الأول غير المنفذ الأول الحكومة، هذا تكبيل عدي بيها. زين، القضية وين رايحين؟ رايحين لتسليم ميناء الفاو هدية مجانية لموانئ منافسة اللي هي ميناء أبوظبي اللي يدار من قبل شركة إسرائيلية، دا أحكيها لكل من ذو عقل لبيب، يعني حقيقة أتألم من عدها. ليش؟ لأن دا أحكيها واحد هذه الموانئ العراقية ذاهبة وفق رؤية الإدارة الحالية، وفق رؤية فرحان الفرطوسي بالسرعة الصاروخية للتعاقد، هذا آخر ما يهمه، إذا خرجتوني وطلعتوني وراها عسى ما شون ما طلعوني طلعوني، لأن أصبحت هويات اللي يمتلكها أكثر حتى من الفلوس اللي عنده. جاوزنا على الوقت، رئيس لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية النائب ياسر الحسيني، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز الأخبار. الشيخ همام حمودي يحضر مجلس عزاء عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى والزميل في قناة الأيام المرحوم علاء فاضل. مجلس القضاء الأعلى يعلن فتح تحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون. النزاهة تنفي مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون، تؤكد أنها مفبركة وتهدف إلى التأثير في عمل الهيئة. الهيئة العامة للضرائب تعلن عن المصادقة على اتفاقية مشتركة بين بغداد وأربيل على توحيد العمل الضريبي. وزارة الداخلية تعلن عن انخفاض حوادث الحرائق إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.
مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.